أهلا وسهلا فيكم مرة تانية بالجزء التاني للشيل. بدي أعتذر كتير منكم، والله ما كنت حابة إني أعمل جزئين بس اضطريت لأنه ما عم يتحمل على اليوتيوب، لهيك اضطريت اسمه لجزئين. رح بجمع لكم رابط الجزئين بالديسكريبشن بوكس. لما بيخلص الشيل هيك بيصير شكله لما بنسكر هيك الفراغات يلي مشغولين هون بالوسط، بنجي بنقيسه بنلاقيه 54 سنتي. أنا قلت لكم بالبداية، قلت لكم إنه هيك الطول إياه 50، هون طلع معي 54 سنتي. لهيك قلت لكم الطول ممكن يكون أعرض، لأنه طبعا بس واحد بده يلبسه بده يجوا هيك يتوسعوا الفتحات أكيد رح يعرض أكتر، فمشان ما تقولوا إنه قلتي الطول هيك وطلع غير. حتى العرض طلع معي أكتر من ما هي السيدة بالفيديو طلع معها، هي طلع 150 سنتي، أنا طلع أكتر. هلأ بأرجيكم قديه طلع عرضه. هي طبعا هو لازم أفرده بمكان وآخد العرض، بس لأنه أنا الكاميرا ما بتاخد معي كل المساحة. هي لهون 150 سنتي. إذا بدي أقيس البقايا اياهم، كمان 45، فينا نقول نعتبر 50، يعني اخذ معي مترين، اعطاني قياس العرض مترين، والطول اعطاني 54، وبيصير اكتر اذا فردناه. المهم انه هيدا هو شكله للشال. كمان حبيت خبركم انه كمان الشال البيج اخذ 5، يعني 500 جرام من هاللون. اياهم طبعا بعد ما هيدا اخد 500 جرام والبترولي اخد 500 جرام، اكيد بدي ارجع احط خيطان جديد لاعمل شراشيب، لهيك فينا نعتبر انه كمان بدنا شي 50 جرام من لونين، يعني 20 25 جرام من كل لون لنعمل فيهم الشراشيب يلي عجناه. هالمرحلة هي اهم مرحلة لأنه بدنا نثبت القطع البترولي على الشال البيج، لهيك بنجيب قطعتين، أول قطعتين وهن بنفس الشكل هيك نفس الاتجاه بفوتوا من أول فراغ على الشال. طبعاً بدهم يضلوا يمشوا بهالشكل هيدا لتطلع هاي رقم 2 من هالفراغ هيدا، ورقم 1 من هون من برا. بدنا نعتبر كأنه برا في فراغ. نرجع بنمررهم من بعد ما مرقت هاي من هون، بدها ترجع تفوت بهالفراغ هيدا، والتانية كمان أو الأولى تمرق من داخل الفراغ التاني. بهالمرحلة هاي عم فرجيكم كيف فاتوا 2 البترولي بتاني وحدة بتاني فراغ، ورجعت عم ظهرهم من اليمين ومن الشمال كمان من الفراغ ومن المكان التاني اللي رح نعتبر انه هو فراغ. كمان بدي ارجع هلا مرقهم من الفراغ التالت يلي بالوسط. هيدا الفراغ التالت، اذا قلنا اول فراغ كان هون وبعدين 2 بعدين 3، لأنه نحن عنا حوالي 5 فراغات. هون وصلت لمرحلة وصلت للفتحة رقم 3 ومرقت من خلالها قطعتين البترولي، وكمان حطيت الدبابيس بالأسفل إذا بتلاحظوهم، لأنه البترولي بدنا نوصلهم ببعض. كيف يعني بدنا نوصلهم ببعض؟ كأنه عملنا البيج. كيف عم نعمل البيج؟ بدنا نرجع نعملهم بس بواسطة الإبرة والخيط. يعني بدنا نيجي من البداية، أول قطعة هون نقفي 11 قطبة من البريد، بنقفي 11 قطبة من أول وحدة ومن تاني وحدة، يعني 11 من هون و11 من هون، ونحط دبوس كأنه عملنا 11 سنسال، لأنه هون بدنا نتركه فراغ مفتوح بالبداية. بنرجع بنعد هيدول 16 بريد، حطيت دبوس بأولهم وبآخرهم لأعرف إنه هون بدي خيط بإبرة الكانفا أو إبرة التنظيف.
برجع بعد من كل ميل 22 قطبة وأدركهم كأني عم بعمل 22 قطبة سنسال من هون وكمان من هون. بترك من هون 22 ومن هون 22 وبحط دبوس. برجع بعد 16 بريد وبوصلهم ببعض منشان بعدين خيطهم. برجع بترك 22 قطبة سنسال من هون ومن هون كمان بدبس لأنه عم علمهم منشان بيصير أسهل بخياطتهم بعدين. من نفس لون البترولي بنحط بإبرة التنظيف أو أي إبرة عنا بنستحكي بنخيط فيها وبنصير بنوصلهم خياطة كتير عادية اللي هي بناخد من اللوب الخلفي لللوب الخلفي وبنوصلهم بمنتهى البساطة. بتشوفون هلأ هيك متعوجين ومن هون ومن هون، بس لما بيركبوا كل القطع بيجلس الشال وبتصير كأنه نفس قطعة البترولي نفسها قطعة الباج، لأنه بيكون كلهم توصلوا ببعض وبصيروا بيفردوا، يعني هاي بتصير بتفرد كله بيصير بياخد مكانه. هون هلا وصلت للمرحلة تاعت الفراغ الرابع، كمان بدي أرجع مرق قطعتين البترولي من داخل الفراغ الرابع وبطلعها بنفس الطريقة، برجع بفوتها بالفراغ الخامس وبطلعها بنفس الطريقة، ونهايتها بدها تكون مثل البداية، كمان 11 قطبة من هون ومن هون بدهم ينتركوا. بعد ما بوصلها كلها وبخيطها وبثبتها فيني أعمل المرحلة الثانية. المرحلة الثانية كمان بدنا نجيب 2 بترولي تانيين كمان نمرقهم من الوسط، نفس الشيء نفس الخطوات، ناخد 2 بنمررهم من هون كمان نفس الاتجاه، وبتمرق هاي من هون. هلا هدول 3 و4، هون كان 1 و2، هون 3 و4، هيها 4 بتمرق من هالفراغ و3 بتمرق من هالفراغ هيدا، هيهم طبعا بنحاول نحافظ قد ما فينا على اتجاهاتهم منشان يسهلوا علينا بعدين الشغل. كمان بنرجع بنفوتهم 2 من الفراغ هيدا يلي بالوسط، يلي هو كمان عنا فراغ رقم 1 بالوسط، فراغ رقم 2، فراغ رقم 3. هذا الشكل المبدئي للشال قبل ما خيط اي شيء فيه. هلا بس وصل كل الميلات تاعت البترولي 16 بريد واترك الفراغات 22 سنسال، بس ثبتهم بيثبت كله. برجع بدي ثبت يلي بالوسط، الفراغات يلي صارت بالوسط، لانه هيك اذا بس اشتغلت حيكون تثبت كل 2 بترولي مع بعضهم، بس بدنا ناخد اول ميلي وتاني ميلي وتالت ميلي كمان نخليهم يتثبتوا مع بعض. هلا بنشوف الطريقة بعد ما بنثبت أول ميلي. لاحظوا كيف مبدئيا لما خيطتهم صار في فراغ بين البترولي الأولى والبترولي الثانية، يعني من هون بتلاحظوا صار في فراغ. هيدا الفراغ بدنا نلغيه. كيف فينا نلغيه؟ إنه نخيط كمان بيناتهم، كمان بدنا نعمل 16 بريد و22 فراغ كل السطر لحتى تلتي يتجمعوا كمان على بعضهم. هيدا كان قصدي لما قلت لكم بدنا نخيط كل قطعتين هيدول صاروا قطعة وحدة، والقطعتين يلي هون كمان قطعة وحدة، هالقطعة بدنا نوصلها بهالقطعة عم بحكي على البترولي، لهيك دبست الفراغ يلي بيناتهم. كمان التدبيس حيكون عبارة عن 16 قطبة بريد و22 فراغ كمان لنهاية السطر، بس الفرق هون بالبترولي انه بالبداية رح نبلش بتمن قطب هنخيطهم، 8 قطب بريد هنسكرهم. هلا بأرجيكم كيف. هون شوفوا هون بالبداية تركنا أول 2 فراغ ما بنخيطهم، 2 التانيين بنعمل لهم 8 قطب بنخيطهم، يلي بعدهم كمان بنترك فراغ بنرجع بنخيط هول ببعض، هي آخر وحدة تركناها فراغ. بتمنى تكون وضحت الفكرة أمامكم. هيدي الطريقة يلي بدنا نتبعها هلا لحتى نخيط كل 2 بترولي موصولين ببعض بالتنين التانيين. بنوصل كل الميلات، نرجع بننظف كل الخيطان الزائدة وبنعمل شراشيب لكل ميلة مثل ما عملنا للبيج تماما.
طريقة الخياطة كتير بسيطة، بس رح أوضح لكم إياها منشان المبتدئات يعرفوا كيف بدهم يخيطوا. هون مثل ما قلت لكم تركت بالبداية ورجعت هون خيطت 8 قطب، تركت التانية، اشتغلت هاي 8 قطب، كمان تركت هاي. المهم أهم شغلة ننتبه إنه يكون محطوط كله صح وموصولين بالبابيس أفضل منشان ما تضيعوا، يعني إذا ما عندكم بابيس ما بيأثر، ممكن تسريج كأنه خياطة عادية رح بنخيط. بنحضر الخيطان يلي بدنا نشتغل فيهم، نجي هون من هون لهون 16 قطبة، هدول يلي بدنا نوصلهم. بنفوت هون مطرح الدبوس ومن المطرح التاني كمان، بنثبت الخيطان يعني كيف ما بدكو ثبتون، مش انه عم قلكو شي محدد، بس انا منشان هون عليكم. هي رح بمرق هون مرتين، برجع بفوت تحت هاي، بدي قيمه للدبوس. خلاص صرت انا عندها هون القطبة، نرجع نعمل هيك. بدي اجي من اسفل هاي اللوب، يعني هيدا الخلفي او الامامي هون، المهم مش من كل تحت القطبة، بهالطريقة هيك ناخد لوب واحد من هاي ومن هاي وبنمشي بهالطريقة. صرت فوق برجع بيجي عند القطبة التانية، كمان بعمل هيك وبنزل. بهالطريقة بنمشي على كل لون يلي بدون خياطة، هون الفراغ، هون يلي بعدها بدها خياطة، كمان بنقيم كل الدبابيس، كل الخيطان الزائدة يلي ضلت معنا مثل هون، أنا بالبداية ما شلتهم لأنه بنقيمهم. آخر شي بس نخلص كله خياطته وتنظيفه، وطبعا الأفضل نخيطه على طاولة منشان ترتاحوا، تفردوه على طاولة كبيرة منشان ما تضيعوا، يكون كل القطع مفرودين تمام ومدبسين. خيطته ارتحته خلصته، نجي هون عند الاثنين بترولي الموصولين ببعض، نعمل شرشوبة مثل هاي لينزل من خلال هول كمان شراشيب. هي هون، هون وحدة وهون وحدة، وببداية هون في عندكم وحدة صغيرة والتاني كمان وحدة صغيرة، يعني أول شي هون شوفوا كيف هدول اثنين موصولين وهول اثنين موصولين، بس في هون وحدة لحالها وحدة لحالها، كمان بنحط لهم شراشيب ليصير عندكم بالبترولي 4 شراشيب بكل ميلة وثلاثة بالبيج، بصير 7 شراشيب من كل ميلة، بيطلع شكلهم إن شاء الله كتير حلوين. رح خلص كفاية الشال ورح نضف الخيطان الزائدة، هو هيك بيعتبر انتهى، بيعتبر وصلت لنهاية درسنا اليوم. كل يلي بتمناه إنه يكون الشال عجبكم وتكونوا حبيتوه، ويكون هين عليكم الشرح وكون قدرت أوصلكم الفكرة بسهولة.
بس كمان حبيت أشكر كتير السيدة يلي عملت له باترون للشال، لأنه بالحقيقة الشال لا إله باترون ولا إله شرح، بس سيدة أجنبية عملته وقالت إنها كتير تعذبت وقضت ساعات طويلة لقدر توصلت لهالنتيجة، وأنا بدي كتير أشكرها من قلبي. بالفعل إن شاء الله إذا شافت الفيديو تعرف إني شكرتها، لأنها فعلا تعبت كتير عليه. هالمرحلة الأخيرة هي اللي بتتعب بالشال كله هين، بس المرحلة الأخيرة لأنه بدها شوية تركيز وإتقان بالعمل. وبنهاية لقائنا بدي أتمنى لكم جميعا التوفيق وأشكركم على الدعم وعلى التعليقات الرائعة يلي بتدعمني وبتشجعني أستمر. بالتوفيق لكم كلكم والله معكم.